راديو الأهرام يقدم ثلاث دقات مسرحيات بروفات كواليس مع باسم صادق. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج 3 دقات على راديو الاهرام. النهارده هنتكلم عن عرض اسمه تسجيل دخول اللي بيتقدم حاليا على مسرح مركز الهنجر للفنون للمخرج الشاب الواعد هاني عفيفي. تسجيل دخول هو العرض رقم 8 لهاني عفيفي ضمن مجموعه عروض متنوعه وناجحه، وان كانت اغلبها بتدور في اطار المسرح العبثي اللي واضح جدا ان هاني مهموم بيه او بيلاقي نفسه في طرح موضوعات بتدور في الاطار ده باعتبارها بتمس واقعنا الحالي بدرجه كبيره. بيعجبني في هاني عفيفي انه من المخرجين اللي بيفاجئوك كل مره برؤيه جديده او نوع مسرحي جديد، وانا شخصيا ببقى متحيز جدا للنوع ده من المخرجين، لان المخرج ده بيبقى حاطط نفسه طول الوقت تحت الاختبار، عنده شغف كبير انه يقدم انواع مختلفه من المسرح ويجرب قدراته فيها ويجتهد فيها جدا عشان يظهر بالشكل اللي يرضي طموحه ويمتع الجمهور في نفس الوقت، وطبعا ده بيعمل عمليه تراكمات للخبره الاخراجيه عند المخرج. وهاني عفيفي من المخرجين اللي عندهم الشغف ده باستمرار، عشان كده هنلاقيه من بداية مشواره بيلفت النظر دايما بعروضه وبيحصل بيها على جوائز. مثلا عرض أنا دلوقتي ميت حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المهرجان القومي للمسرح في دورته الأولى سنة 2006، وحصل عرض ولد وبنت وحاجات على جوائز أفضل ممثلة صاعدة وأفضل كاتب صاعد من المهرجان القومي للمسرح أيضا سنة 2007، وفي سنة 2008 حصل عرض حسناء في سجن سقراط على الجائزة الثانية لمصر في مهرجان الدراما اليونانية القديمة اللي كان مقام في قبرص. يا ورد دي الحب اطبع سمع الوردة شميها دي كل العرض فتحي يا وردة قفلي يا وردة فتحي يا وردة قفلي يا وردة اتجموا سوا ده. تعرفي انه اكتر توافق عضلي عصبي بيقع بين برجي الجدي والطور؟ بس انا دل. ما انا عارف انك دل، وده اللي عجبني فيك. اول ما شفتك اتدلقت فيكي على طول، وما تفهمينيش غلط، بس انا حاسه اني بتقل عليك بامانه. لا بجد، انا بسال نفسي ازاي انا اتعلقت بيكي بسرعه كده. الله اعلم، مش اعرف. مالكش فيه. والله بحبك هبل، وبحب برج الحمل. ايه ده؟ بس انا اقرب. والله بحب اتكهرب وبحب برج العقرب. العقرب والاسد في بينهم كيمياء غريبه بتتبلور اول ما يعدي ما بينهم كوكب المشترك ابو ثلاث فتحات ده، بيصدر طاقه كهرومغناطيسيه عجيبه نقدر بيها نكسر الحدود، نعدي الحدود، نحمي الحدود. انت ازاي شعبتي كده يا يحيى؟ الحمد لله على كل حال. بس قول اللون ده احلى ولا اللون ده احلى؟ الله، انا بحب اللون ده قوي كده احلى. تكوي كده؟ يا نهار ازرق، لا كده هفهمك غلط. انا ازاي اتعلقت بيك في وقت زغنن كده يا يحيى؟ انت مش متخيلة انا بقيت بفكر فيك قد ايه. انت ازاي شعبتي كده يا يحيى؟ الحمد لله على كل حال. بس قولي انت بتحب الشتاء اكتر ولا الصيف اكتر؟ انا بحب الصيف، بس الشتاء دفى ومج سخن والشفا عفا والصيف محن والصيف حرية وقلع. وانا احب القلع جدا بقى، صيف او شتاء. انت ازاي شلتي كده يا يحيى؟ الحمد لله على كل حال. انا دلوقتي بس اتأكدت من حقيقة مشاعري ومن مشاعرك، اتعلقنا ببعض في وقت قصير، بنحب نفس الحاجات وبتاخدي رأيي في كل حاجة، وأبراجنا متوافقة. الطور والأسد، يعني الحب اللي بقوة، الحب اللي فيه عنفوان، حب بغباوة وشد وجذب وكر وفر، وما تفهمينيش غلط. أما عرض أنا هاملت اللي قدم فيه معالجة مبتكرة جدا لنص شكسبير الشهير، فحصل بيه على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سنة 2009، ثم أعيد عرضه على مسرح الجمهورية سنة 2016 بترشيح من المجلس الأعلى للثقافة ضمن احتفالية بمناسبة مرور 400 سنة على إبداع شكسبير.
لو هنتكلم عن التناول المتنوع لعروض هاني عفيفي هنلاقيه مرة بيروح لكتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي، بيقدم بيه عرض رائع اسمه عن العشاء، وبيتناول فيه ما قيل في الحب خلال المزج بين آراء ابن حزم ونصايحه للمحبين وما جاء في أغنيات أم كلثوم عن الحب والعشق والهجر وما إلى ذلك. والعرض ده حقق نجاح كبير نظرا لاستخدامه البنية التراثية لأصل الأمير طاز وقدرات بطله الممثل هايل حمزة العيلي، وعشان كده فضل العرض يتقدم سنوات 2013 و14 و15 و16. في عرض زي الناس اقتحم هاني عفيفي مسرح بريخت وتناول نص القاعدة والاستثناء بشكل مبتكر، أبدع فيه أبطاله هشام إسماعيل وماهر محمود وكارم محمود وغيرهم، وقدم رؤية مغايرة لعروض كسر الإيهام تغريب برسم المناظر المسرحية للعرض على خلفية مسرح مركز الإبداع من خلال الكمبيوتر بشكل يومي. حقق العرض نجاح كبير لما مثل مصر في مهرجان قرطاج المسرحي سنة 2016، وهو مهرجان غير تنافسي يعني بدون تسابق بين العروض، وأيضا لما تعرف في مهرجان المسرح العربي في الجزائر في نفس السنة. وفجأة لقينا هاني عفيفي بيروح للمسرح الغنائي بعرض اسمه ليلة سنة 2017، وده عرض رومانسي حالم لفرقة غنائية مستقلة بديكورات ضخمة لمصمم الديكور المتميز حازم شبل. وفي العرض ده كان بيتم تقديم الأغاني لايف كل ليلة من خلال أوركسترا كامل، وده اللي أضفى على العرض حيوية وحقق نجاح كبير لما تعرض على مسرح جامعة مصر ومسرح الماركييب كايرو فيستيفال. وأخيرا بنوصل لعرض تسجيل دخول المقام حاليا على مركز الهناجل للفنون زي ما قلنا، وبيتناول فيه هاني عفيفي الحصار المميت اللي بيفرضه الشباب على نفسهم بين جدران الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، للدرجة اللي أصبح فيها العالم الوهمي ده هو سبب فقدان حميمية العلاقات الإنسانية. إنما ما تمشيش، تمشي ليه؟ احنا في بينا عشرة وحواديت كتيرة، حكايات تملى كتب، حياة تملى حلوها ومرها، يعني احنا بقينا جزء من بعض، انا عارف عنك كل حاجة وانت يعني بقينا اصحاب جدا. عايز تمشي ليه؟ مش فاكر؟ فاكر كده؟ مش فاكر اول واحد قال لك اهلا من قلب؟ انا قلت لك اهلا وانا متأكد انها وصلت لقلب. بلاش انا، بلاش انا، صحابك دول، صحابك دول، الصداقة اللي بينكم، صداقة الشريفة العفيفة البريئة الطاهرة الشريفة سميحة، مش فاكرهم؟ ازاي مش فاكرهم يا اخي؟ يا اخي ده اتغيرت عشان مش فاكر يحيى؟ يحيى اكتر واحد تحب تسمع كلامه وتضحك من كل كلمة يقولها يحيى. فاكر لما يحيى قال لك بقول لك ايه عندك ليا؟ لا اللي هي مش ليا. ها 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 دي تضحك؟ طبعا ضحكت ولا ما ضحكتش؟ غريب معناها ضحكت ازاي؟ طب بلاش يا بلاش يا، مش فاكر عمرو؟ عمرو المواقف الانسانيه المؤثره لجماعتك، عمرو ابسطها لما عمرو انتحر. معلش عمرو، عمرو هاتي ميه، هاتي ميه. فاكر الذاكره دي؟ فاكر الدبة دي عملت فيك ايه؟ سابت تعويرة في قلبك، من ساعتها دمعتك بتنزل مع كل مرة عمي ينتحر. طب بلاش عم، بلاش عم، انا دايما واقف في صفك، خايف عليك، في ظهرك، بدليل مني الراجل ده. لا مش دي الحتة اللي انا بحبها. من عيني؟ ايوه. لا لا وقفتها، وبختها، قلتلها كده عيب، ما يصحش، في ناس مشاعرهم هتتأذي، ناس كتير اولهم ما اسمك ايه؟ فتحي. اولهم فتحي عشان عنده مشكله نفسيه عويصه مع مراك يحيى شافعي، لما حاول يدخل ويلطف الجو المكهرب ما بينكم وقال لك حاجه كده تفرحشك، قال لك عيب اتملت فيها. ايه وحشه وحشه ايه؟ لا بس انت كده نورت لي لمبه الحمر، في حاجه بتعمل كده عندي انا كده فهمت، زعلت انت تفافه جت فيك، مش حصلش حاجه يعني، هي لزقت ايه المشكله؟ راجل بيعبر عن مشاعره مفيش حاجه ابدا، تزعل منه ليه بقى؟ ده صاحبك. وبعدين الصاحب ليه عم صاحبه ايه؟ ها خليها في سرك. بص انا عايزك دلوقتي تروح تعمل هدومك كده وتحط برفان، تص وشك شويه ميه كده، يلا هنومه مستنياك. ساعه شطار، احنا لازم نروح.
عشان كده افترض المخرج هنا 6 من الاصدقاء موجودين في بيت وهمي اللي هو بيرمز بيه للفيسبوك، وفي نفس الوقت بيحاولوا طول الوقت تحديد ميعاد يتقابلوا فيه خارج الجدران دي، وفي كل مره بيفشلوا في المقابله بسبب علاقاتهم المتوتره والتصورات اللي بنيها كل واحد فيهم عن الاخرين. بالتوازي بيبان شخصيه الدليفري اللي بيتواصلوا معاه بين وقت والتاني عشان يوصل لهم الاكل، وهو طول الوقت محاصر في الشوارع والزحام ومش عارف يوصل، خصوصا انه الاحداث في زمن ثوره يناير 2011. بالاضافه لشخصيه الساحر اللي جسدها احمد السلكاوي ببراعه جديده من خلال لعبه الاغراءات اللي بيمارسها عليهم طول الوقت عشان ما يخرجوش من الانترنت، لدرجه انه بيمارس لعبه الاغراءات دي على الجمهور نفسه، بيفتح معاهم حوارات كوميديه جذابه عشان ما حدش يمشي او حتى يفكر انه يمشي ويسيب التواصل الحي على مصر. الحقيقة ان المخرج هنا فرد لنفسه قماشة فضفاضة غنية بالاحداث ممكن تخلي العرض يستمر 10 ساعات، ولكنه حصر نفسه في 75 دقيقة بس عشان يقدم نماذج لشخصيات ظهرت من خلال العالم الافتراضي ده وتصوراتهم عن الاخرين ونشرهم للكثير من الشائعات اللي كانت منتشرة في الوقت ده. ومن هنا برع ابطال العرض شادي الدالي اللي اثبت انه ممثل ممتلك لادواته زي بالظبط ما هو مخرج صاحب رؤى متميزة في عروضه. كمان عبر ميشيل ميلاد ومحمد الشافعي عن قدراتهم بكل اتقان وجرأة. اما اوسكار او احمد نجدي فجسد شخصية الطيار او عامل الدليفري بشكل كاريكاتيري ساخر جدا جذب اعجاب الجمهور بسبب بصمته الادائية في الدور ده. يا بنات انا باينة؟ لا خلاص يا حبيب هالة، انا النهاردة بعمل فيديو ده عشان اشارككم بداية طريق نويت امشي فيه، طريق اللي اتأخر كتير قوي. انا ترددت كتير قبل ما اخد القرار ده لاني عارفة ان فيه فنزة هتزعل وفنزة هتقفش، بس دي حياتي وشوفه بالطريقة اللي انا عايزاها. انا هتحدي. لا لا يا حبيبة مصطفى، لا الحجاب مش تغطية الشعر بس، تغطية كل حاجة. عارفة ان ناس كتير هتستغرب وتقول لي ليه يا منى هتتحجبي بدري قبل اوانك، خصوصا ان شعر تقيل وفتلته ناعمة. انا عارفة ان هي خطوة صعبة بس انا هاخدها بالتدريج. ميرسي يا امير الاحزان، تسلم يا رب عقبالك يا حبيبتي. انا بعتذر لكل اصدقائي الولاد، انا مضطر اسحبكم، وده مش معناه انك وحش، لا حتى انت يا اشرف ما تزعلش. انا عارفه ان انا مسحتكم لما اتخطبت ليحيى ورجعتكم ما فركشت، وعارفه ان انا مسحتكم لما مشيت مع عمرو ورجعتكم ما فركشت، ولما ارتبطت بندى رجعتكم ما فركشت، بس المره دي نهائيه ان شاء الله. ما شاء الله عليك يا منى، وشك نور في الحجاب. ميرسي يا عمور يا حبيبي، تسلم يا حبيبي، عقبالك انت كمان. بس انا اسفه يا عمرو، مضطر امسحك من عندي، انا بعمل يتماشى مع مبادئي ومن حقي كانسانه حره تحت مظله التزامي اني ادلتك من عندي. شكرا يا جماعه ان انتوا شاركتوني اللحظه المصيريه دي، وبطلب منكم رجاء ما حدش يشير الفيديو ده عشان الجزء الفوقاني كنت فيه لسه بشعري. اللي عايز يقتدي بيا في طريق الهدايه، قناتي مفتوحه 24 ساعه على اليوتيوب، منوشه انا. وكمان كشف العرض الستاره عن 3 مواهب نسائيه مبهره جدا، هي منى حمدي وندى نادر وهبه الكومي، لان كل واحده منهم اثبتت جدارتها بتقديم اداء حيوي وخاص ومتنوع بين الانوثه والعنفوان والاقتحام والادعاء ونماذج نسويه كتير برزت في فتره الثوره ولسه عايشه معانا لحد دلوقتي. العرض اتكتب كمان بشكل مكثف ومعبر من خلال اسماعيل ابراهيم وفادي سمير، ولان هاني عفيفي من المخرجين اللي بيهتموا بالتفاصيل جدا فقدر يستعين بديكورات واكسسوارات مي كمال اللي نجحت في التعبير عن رساله العرض بعمل ساعه عقاربها بتلف بسرعه ما بتتوقفش طول العرض، بالاضافه لقطع ديكور مختصره ومعبره زي الشازلونج واطار باب الخروج من البيت. اما براعه مصممه الازياء الدكتوره مروه عوضه فكانت من ملابس مزجت فيها بين القماش والمشمع الشفاف عشان توحي بان الناس دي عايشه حياه بلاستيك ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحه، وده تصور بسيط ولكنه عميق في نفس الوقت. عرض تسجيل دخول من اهم العروض اللي بتتقدم دلوقتي على مسارح الدوله، واللي بنصح كل اسره مصريه انها تشوفه بكل اطمئنان وعلى ضمانتي. وكده هتكون انتهت حلقه النهارده، فالى اللقاء. ثلاث دقات مسرحيات بروفات كواليس مع باسم صادق.